السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد تاني تجربة معايا، اللي هي تجربة الإدمصاص الكهربي أو اللي بنسميه الإلكتريكال أدزوربشن. زي ما احنا اتفقنا قبل كده إن أي تجربة علمية بيبقى لها خمس أركان: اسم التجربة، وده بيمثل الغرض منها، والأدوات والمواد اللي هنستخدمها، وخطوات العمل، والمشاهدة والتعليق. بالنسبة لاسم التجربة هنا معايا اسمها إثبات وجود شحنات كهربية على الدقائق الغروية، أو بنسميها الإلكتريكال أدزوربشن. طب يعني إيه الكلام ده؟ من المعروف إن المحاليل الغروية زي ما احنا شرحنا قبل كده بتحمل الدقائق بتاعتها شحنة معينة. يعني المحاليل الغروية يا إما الدقائق بتاعتها بتحمل شحنة موجبة، يا إما الدقائق بتاعتها بتحمل شحنة سالبة، وده اللي بيخلي المحاليل الغروية لا تترسب أو بيخليها ثابتة بمرور الوقت. ليه؟ لأن الدقائق دي سواء إذا كانت بتحمل شحنة موجبة أو شحنة سالبة بتبدأ تصطدم مع بعضها البعض وتتنافر، وده بيخلي الدقائق الغروية لا تتجمع ولا يحدث ترسيب لطور الانفصال، طور الانتصار عن الوسط المنتسب، وده بيخلي المحاليل الغروية ثابتة. يعني كل محلول غروي الدقائق بتاعته يا إما بتحمل شحنة موجبة يا إما بتحمل شحنة سالبة. طب إحنا عايزين نثبت الكلام ده من خلال تجربتنا اللي هي الإدمصاص الكهربي أو إلكتريكال أدزوربشن. إيه المواد والأدوات اللي إحنا هنستخدمها؟ هنستخدم محلول غروي شحنته دقائقه بتحمل شحنة موجبة زي محلول أزرق الميثيلين، وهنستخدم محلول غروي دقائقه بتحمل شحنة سالبة زي محلول أخضر الخفيف، وهنستخدم أطباق بتري وهو عبارة عن طبق من الزجاج زي ما احنا شايفينه، وهنستخدم ورق ترشيح عديم الرماد، وهنستخدم حامل معدني. طب ايه هنعمل في التجربة دي بالضبط؟ هنجيب طبقين بتري، هنضع في أحد الطبقين 20 ملي من محلول أزرق الميثيلين، وفي الطبق الآخر هنضع 20 ملي من محلول أخضر الخفيف. هنبدأ نضع الطبقين على قاعدة الحامل المعدني اللي معايا. هبدأ أجهز أوراق الترشيح أو ورق الترشيح، هبدأ أقص ورق الترشيح على هيئة شريط مستطيل، وهبدأ أثبت الشريط المستطيل دول بحيث أن أحد طرفيه يبقى ملامس محلول أزرق الميثيلين في حالة أزرق الميثيلين، والطرف الآخر بيكون مثبت عموديا أو مربوط أو مثبت في الحامل المعدني. يبقى أنا هعمل حالة في حالة أزرق الميثيلين وفي حالة أخضر الخفيف. هعمل نفس اللي هعمله في الحالتين بالضبط، إن أنا هجيب ورقة الترشيح وهثبتها بحيث طرفها أحد طرفيها يلامس محلول أزرق الميثيلين والطرف الآخر مثبت، والناحية التانية برضي الحامل الآخر برضي هثبت في ورقة الترشيح بحيث إن أحد طرفيه يكون ملامس لمحلول أخضر الخفيف والطرف الآخر ملامس أو الطرف الآخر مثبت في الحامل. وهنترك التجربة بالشكل ده لمدة مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة، وهنلاحظ صعود بقى أزرق الميثيلين وصعود أخضر الخفيف، وهقارن بين صعود الاثنين خلال ورقة الترشيح إلى أعلى. إيه اللي هنشوفه بقى؟ هنبدأ نشوف المشاهدة عندي في التجربة دي. يبقى أنا كده شرحنا خطوات العمل، هنبدأ نشوف المشاهدة. أنا عندي طبعا حالتين، عندي حالة محلول أزرق الميثيلين وعندي حالة محلول أخضر الخفيف. هنبدأ نشوف في حالة محلول أزرق الميثيلين، هلاحظ إيه بقى؟ هلاحظ إن محلول أزرق الميثيلين تراكم عند قاعدة الورق، حصل له accumulation at the base of filter paper، حصل له تراكم عند قاعدة الورق. بينما هبص للمية هلاقيها في مستوى أعلى من أزرق الميثيلين. إحنا قاطعين دلوقتي ورقة الترشيح على شكل مستطيل، هلاقي المحلول أزرق الميثيلين متراكم تحت عند قاعدة المستطيل ده، والمية في مستوى عالي. طب في حالة أخضر الخفيف هلاحظ إيه في حالة أخضر الخفيف؟ لا، هلاحظ العكس، هلاقي أخضر الخفيف والمية صعدوا عند نفس المستوى تقريبا، يعني هلاقي أخضر الخفيف صعد لأعلى. يعني لو هبص على الاثنين هلاقي أزرق الميثيلين متراكم عند قاعدة الورقة، بينما أخضر الخفيف في مستوى عالي يكاد يصل إلى نفس مستوى مين؟ نفس مستوى المية. طب الكلام ده عايز تفسير، عايز أبدأ أفسر علميا ليه حصل كده، ليه أزرق الميثيلين قاعد عند قاعدة الورقة والمية صعدت لمستوى أعلى بينما أخضر الخفيف صعد لنفس مستوى المية تقريبا. يبقى أنا عندي في التعليق حالتين، عندي في حالة أزرق الميثيلين وعندي في حالة أخضر الخفيف. أولا في حالة أزرق الميثيلين لابد أن احنا نقول في التعليق أن المحاليل الغروية تتميز بأن كل دقائقها تحمل شحنة معينة،
وفي حالة أزرق المسلين الدقائق بتاعته بتحمل شحنة موجبة. يبقى دي أول معلومة هقولها. طب المعلومة الثانية هقول إن ورقة الترشيح عندما تلامس سطح الماء تحمل شحنة سالبة. دلوقتي ورقة الترشيح اللي قطعناها على شكل مستطيل دي لما أحطها في محلول أزرق المسلين هتقول الماء جت من فين؟ ما هو أزرق المسلين بيحتوي على ماء كمذيب. أول ما تلامس المية هتحمل شحنة سالبة. وده طبعا ليه تفسير. ليه ورقة الترشيح لما بتلامس سطح الماء بتحمل شحنة سالبة؟ لأن ورقة الترشيح في الغالب بتتكون من ألياف السليلوز، وألياف السليلوز ده بيبدأ طبعا المية فيها جزء متأين ولو كان جزء صغير جدا إلى OH سالبة و H بلس، فبيبدأ السليلوز ده تبدأ شوارد الـ OH السالبة دي أو الـ OH السالبة دي تتجمع على سطح السليلوز فبتخليه يحمل شحنة إيه؟ فبتخليه يحمل شحنة سالبة. يبقى من الأول كده المحاليل الغروية تتميز بأنها بتحمل شحنة معينة. أزرق المسلين محلول غروي جزيئاته بتحمل أو دقائقه بتحمل شحنة موجبة. ورقة الترشيح عندما تلامس سطح الماء بتحمل شحنة إيه؟ بتحمل شحنة سالبة. طب سالب وموجب يحصل هنا عملية ادمصاص كهربي. يبدأ دقائق أزرق المسلين تلزق على سطح الورقة لأن الورقة سالبة وأزرق المسلين ماله موجب، فيبدأ أزرق المسلين يتجمع على سطح الورقة. طب لما تكون في حاجة متجاذبة مع حاجة تانية دي حركتها تبقى سهلة الأعلى؟ لا، لأن هما في بينهم تجاذب، فهيبدأ أزرق المسلين يصعد ببطء. طب أزرق المسلين ده معاه المية، هتبدأ المية تسيب دقائق أزرق المسلين اللي لزقت على سطح ورقة الترشيح دي، تمام، اللي هتخليها طبعا الادمصاص الكهربي ده اللي حصل هيعوق صعود دقائق أزرق المسلين. طب المية هتصعد لأعلى ازاي؟ هتصعد بالخاصية الشعرية زي ما احنا عارفين، يعني ورقة الترشيح دي اللي هي شكلها مستطيل هتعمل عمل الأنابيب الشعرية. الأنابيب الشعرية يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا عارفين إن المية بتصعد إلى أعلى في الأنابيب الشعرية، ودي بنسميها الخاصية الشعرية. لما تكون في أنبوبة ضيقة وحطها في مية بتبدأ المية تصعد فيها إلى أعلى عكس اتجاه الجاذبية الأرضية، ودي اسمها الخاصية الشعرية. يعني المية هتبدأ تسيب أزرق المسلين وتصعد إلى أعلى بالخاصية الشعرية لأن أزرق المسلين خلاص لازق على سطح الورق. طب نرتب أفكارنا من الأول، هنقول إيه في التعليق؟ هنقول إن محلول أزرق المسلين بيحمل شحنة موجبة، دقائق ورقة الترشيح عندما تلامس سطح الماء تحمل شحنة سالبة، فبالتالي هيحدث بينهم ادمصاص كهربي حيث تلتصق جزيئات أزرق المسلين على سطح ورقة الترشيح مما يعوق صعودها ويجعل صعودها بطيء، بينما يصعد الماء إلى أعلى بالخاصية الشعرية، وهنا هلاقي أزرق المسلين متراكم عند قاعدة الورقة زي ما احنا شايفين، والمية في مستوى أعلى منه. طب إيه حصل في حالة أخضر الخفيف؟ حصل العكس تماما. ليه؟ لأن محلول أخضر الخفيف كمحلول غروي الدقائق بتاعته بتحمل شحنة إيه؟ شحنة سالبة. طب ورقة الترشيح عندما تلامس سطح المية تحمل شحنة إيه زي ما قلنا؟ شحنة سالبة. فسالب وسالب يحدث بينهم تنافر، يعني هنا يحدث تنافر بين سطح ورقة الترشيح ومين؟ ومحلول أخضر الخفيف. التنافر ده هيخلي صعود دقائق أخضر الخفيف أسهل، هتبدأ تصعد مع المية بالخاصية الشعرية إلى أعلى، فهنا أخضر خفيف هيصعد بسهولة ويصل إلى نفس مستوى الماء تقريبا. نتكلم عن آخر نوع من أنواع الإدمصاص عندي اللي هو الإدمصاص الكيميائي أو الكيميكال أدزوربشن. اسم التجربة إثبات ظاهرة الإدمصاص الكيميائي بين محلول غروي زي النشا ومحلول آخر حقيقي زي محلول اليود. طب احنا عارفين النوع ده من الإدمصاص زي ما تكلمنا قبل كده بيحدث نتيجة وجود قابلية كيميائية، قابلية كيميائية ما بين مادة ومادة أخرى أو محلول غروي ومادة أخرى، والقابلية الكيميائية دي بتختلف عن التفاعل الكيميائي. طب إيه المواد والأدوات اللي أنا هستخدمها؟ هستخدم محلول نشا، هستخدم محلول يود، هستخدم أنابيب اختبار، وهستخدم ماس. التجربة دي بسيطة جدا ولكن مهمة جدا جدا. أنا هعمل إيه؟ هاخد 5 ملي من محلول النشا. طبعا محلول النشا ده محلول غروي زي ما احنا عارفين، بيتميز بأن لونه أبيض. طب أول ما أخد 5 ملي في أنبوبة هضيف عليها قطرات من اليود، من محلول اليود. احنا عارفين ان محلول اليود لونه يميل الى البني. اول ما اضيف محلول اليود هلاقي المشاهدة عندي تكون لون ازرق. طب ازاي انا ضايف مادة لونها ابيض على مادة لونها بني هيديني لون ازرق؟ ايه سبب الكلام ده؟ سبب الكلام ده هنقوله دلوقتي في التعليق هنا. يبقى المشاهدة عند اضافة اليود على النشا يتكون لون ازرق. ايه التعليق؟ التعليق بقى احنا عارفين ان النشا ده من السكريات اللي هي السكريات المعقدة، بيتكون من وحدات من الجلوكوز.
وحدات الجلوكوز دي مرتبطة مع بعضها إما في سلاسل خطية من الأميلوز أو سلاسل متفرعة من الأميلوبكتين والأميلوز، يا إما سلاسل متفرعة من الأميلوبكتين. طب والأميلوز هنا النشا بيتكون من الأميلوز اللي هو سلاسل خطية والأميلوبكتين اللي هي السلاسل المتفرعة. الأميلوز هو هنا المسؤول عن ظهور اللون الأزرق. ليه؟ بيبدأ اليود يعمل إيه؟ طبعا الأميلوز ده عبارة عن سلاسل حلزونية الشكل، ده هيسمح لليود بالارتباط بيها والتموضع ضمن الشكل الحلزوني ده. يبقى هيبدأ اليود ياجي يتموضع، يعني هنا برضه في ادمصاص اهو، يتموضع في اماكن معينه من السلسله الحلزونيه بتاعه الاميلوز، ولما يتموضع هو في الاماكن دي بيبدأ يتكون حاجه اسمها متراكب اليود مع النشا. ومتراكب اليود مع النشا ده بيختلف طبعا عن اليود وبيختلف عن النشا، هيبدأ يمتص الضوء بطريقه معينه وهيعطي لون ازرق. متراكب اليود مع النشا هيعطي لون ازرق وفقا للمعادله اللي بتقول ايه، بتقول ان الاي 2 زائد الستارش بيدي بلو كلر، او اليود زائد النشا بيدي لون ازرق. تمام. ودي طبعا من اشهر التجارب العلميه للكشف عن المواد اللي بتحتوي على النشا. يعني لو عندي ماده بتحتوي على النشا هبدا اضيف عليها، لو عايز اعرف ان هي تحتوي على النشا يعني هبدا اضيف عليها يود فهتبدا تديني لون ازرق. لو عندي ماده عايز اكشف فيها عن وجود اليود هضيف عليها نشا فهتبدأ تديني برضه ايه، برضه لون ازرق. ودي التجربة الثالثة بتاعة الادمصاص الكيميائي.